السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم أم عمر للمبتدئات. نتمنى إن شاء الله تكونوا بكامل الصحة والعافية. اليوم في فيديو جديد غادي نحضره معكم، هو عبارة عن بسبوسة بصلصة رائعة إن شاء الله غادي تعجبكم، اللي هي صلصة الليمون البرتقال. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اولا غادي نحضروا العجين. في المقادير ديال العجين كنحتاج 3 البيضات بحراره المطبخ، كاس مع مرش سكر حبيبات، كاس من ياغورت بنكهه الفاني، كاس الا ربع زيت المائده، ساشي ديال سكر الفاني، وجوج ساشي ديال خميره الحلويات، كاسين من السميد الرقيق. ندوزوا على بركه الله نخلطوا العجين. غادي ناخذ واحد إناء قبيصة الملح دائما في الحلويات لتحسين الذوق، ننزل 3 البيضات، وغادي نضيف عليهم سكر الفاني باش نسمو هاد البسبوسة، ونضيف كأس سكر حبيبات، ونخفق هاد العناصر مزيان حتى ينسجموا، ونكملوا باقي المقادير. هنا ضفت الزيت تدريجيا مع التحريك المستمر كيف ما كتشوفوا معايا، ومن بعد غادي نضيف هاد علبة الياغورت بنكهة الفاني كذلك مع التحريك المستمر، ومن بعد غادي نضيف كأسين سميد رقيق مع جوج ساشي ديال خميرة الحلويات، ونخلط العجين مزيان حتى ينسجموا العناصر، ونرجعوا باش ننزلوه في المول. خديت المول دهنته بالزبدة ورشيته بشوية السميد الرقيق كيف ما كتشوفوا معايا. هذا المول العجيب هو اللي وجدت فيه هاد البسبوسة. غادي نفرغ الخليط، ومن بعد غادي ندخله الفران مدة ديال نصف ساعة على درجة حرارة منخفضة حتى تطيب البسبوسة مزيان وتتحمر، ونخرجوها من الفرن، وندوزو ان شاء الله نحضرو الحشوة اللي هي كريمة البرتقال. بالنسبة للكريمة غادي نحتاج واحد الكاسرونة، غادي ننزل فيها 3 الملاعق كبار ديال النشا كيف ما كتشوفوا معايا، وملعقتين من سكر حبيبات، غادي نضيف لهم ساشي ديال الفلون فاني، وهنا عندي نصف لتر من عصير البرتقال تاهو غادي نضيفو لهاد العناصر، وغادي نحرك مزيان باش ما يتكونوش ليا تكتلات في قاع الكاسرون، ونحط هاد الانية على النار، ونبقى نحرك تحريك مستمر حتى توجد معايا هاد الحشوة، ونضيف ليها
نكهه البرتقال ونطفي عليها النار وندوزو نكملو ان شاء الله البسبوسه ديالنا. بعد ما بردات البسبوسه غادي ننزلها من المول هكا كيف ما كتشوفوا معايا ونقلبها في طبق التقديم. من بعد غادي ندوز نزين ليها الوجه ديالها. قبل غادي نسقيها بعصير البرتقال ومن بعد غادي نزينوا الوجه ديال البسبوسه ديالنا. كل واحد يزين كيف بغى، المهم انا غادي نرش ندهن بشويه الكونفيتير ولا شويه العسل ونرش الجوانب ديال هاد البسبوسه بشويه اللوز محمر ومطحون، والوسط ديال البسبوسه غادي نعمرو بالحشوه اللي حضرت معاكم اللي هي كريمه البرتقال. خليكم معايا حتى نكمل التزيين ديال هاد البسبوسه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا البسبوسه ديالي موجوده، غادي نتسنى عليها تبرد شويه وندخلها للثلاجه لمده ديال واحد ساعتين ولا 3 ساعات حتى تبرد مزيان وتعقد كيف ما كتشوفوا معايا. انا خرجتها دابا من الثلاجه. من بعد غادي نكمل التزيين ديالها، نزيدوها واحد اللمسه بسيطه، غادي نزين بقطع او شرائح ديال الليمون مع اوراقات ديال النعناع، كل وحدة تزين بالطريقة اللي تتعجبها. نتمنى ان شاء الله نكون قدمت شي حاجة اللي عجباتكم وشكرا لكم على المشاهدة، شكرا لكم على التعاليق الزوينة اللي كتخليو ليا كتفرحوني. من هنا نقول لكم مع السلامة في فيديو قادم بحول الله. دمتم بخير.